بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أعطى وأفاض وأجزل وأكرم، أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فله الحمد كثيرا وله الشكر كثيرا. بارك الله فيك، وأسأل الله العلي العظيم أن ينفعك بالقرآن العظيم ويجعله حجة لك لا حجة عليك. وأوصيك بما أوصى الله به عز وجل الأولين والآخرين في كتابه، إذ قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيك بتقوى الله عز وجل السر والعلن، والعمل بما تعلمته في كتاب الله، لأن القرآن هو النجاة، لأن القرآن هو الذي يبقى والكل ذاهب. اعمل من اجل الله عز وجل ولا تعمل من اجل الدنيا بالقران. فاسال الله العلي العظيم ان ينفعك بالقران، وان يرفعك، وان يجعلنا واياك ممن يرقى، ممن يقرا فيرقى في الجنان، ويلبس والديه تاج الوقار. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيك. جزاك الله، جزاك الله الشيخ أحمد مختار، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله. الشهر رمضان، شهر القرآن، ما شاء الله. الطلاب سايس المنار، هو طالب الهندي كلية عالية، ما شاء الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القرآن، الشهر رمضان، ما شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
اللهم ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا تقبل منا يا رب العالمين. اللهم رب زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.